الأمانة في المفهوم المسيحي كمان بتاخد بعد آخر، هقول لكم إزاي. مثلا نسمع عن مثل الوزنات، نقول كده السيد المسيح يحكي المثل ده بنفسه ويقول كان جه سيد وعنده 3 عبيد. جه واحد العبيد، العبد الأولاني قال له تعالى أنا هديك 5 وزنات، والتاني 2 وزنتين، والتالت اداله وزنة واحد. وزنة ده يعني مسؤولية، كيس فلوس، أي حاجة كده، وزنة كده المفروض يعمل بيها حاجة هنشوف. والسيد قال إن هو كل على قدر طاقته، يعني محملش حد زيادة. وبعدين سافر السيد دوت، وجه العبد الأولاني اللي معاه 5 وزنات، كان شاطر وأمين وحركي، راح شغل الوزنات بتوعه وراح كسب 5 وزنات تانيين. والعبد التاني اللي كان واخد 2 وزنتين شغلهم واشتغل بيهم، جاب 2 وزنتين تانيين. جه العبد التالت ما عملش بيهم حاجة ودفنهم. ولما رجع السيد جاب 3 عبيد، فجه الأولاني قال له يا سيد 5 وزنات أعطيتني، هوذا 5 وزنات أخر؟ فراح قال له نعما أيها العبد الصالح والأمين، ادخل إلى فرح سيدك، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. وراح مدخله لأن هو كان أمين. جه العبد التاني قال له يا سيد 2 وزنتين أعطيتني، هوذا 2 وزنتين آخريتين، أنت اديتني 2 وأدي 2 فوقيهم. السيد فرح بيه وقال له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيد. جه العبد التالت قال له يا سيد سمعت أنك إنسان قاسي تحصد ما لم تزرع. ابتدى كده معاه كلام في ملامة، وقال له أنت، أنا سمعت أن أنت قاسي وبتاخد حاجة مش حقك، تحصد ما لم تزرع دي يعني بتاخد، فأنت اديتني وزنة ادي الوزنه بتاعتك. احنا في عرفنا الانساني نقول ان الراجل ده امين، اديتني واحده ادي واحده، ادي اللي انت اديتهاني اهي، ما جبتش جنبها لا نقصت ولا زادت. نلاقي السيد قال له ايها العبد البطال، انت انسان متهاون ما عملتش اللي عليك، سمعت ان انا انسان قاسي واحصد ما لم تزرع، طب كنت سبت حتى اقل حاجه، كنت اديتها لحد يعرف يشغلها لك، لكن انت كده عبد كسلان اطرحوه للظلمة الخارجية. فإذن الأمانة في المفهوم الإلهي معناها انك تربح، مش بس تخلي تحافظ على اللي عندك. وبعدين راح اخد منه الوزنة وقال له ادوها لصاحب 5 وزنات، لان اللي عنده ما بيعملش بيها حاجة، اللي عنده يؤخذ منه، الذي عنده يعطى فيزاد، واللي ما عندوش يؤخذ منه. فإذن الأمانة في المفهوم الإلهي مش معناها أن أنت تاخد حاجة المسيح وتحطها جواك وخلاص، أو تخبيها وتدفنها وما تعملش بيها حاجة، إنما كل أمانة ربنا بيديها لك، وكل عطية وكل وزنة ربنا يديها لك، أنك تكون أميها، أنك تتاجر فيها وتربح وتؤتي بثمار. عشان كده لما بقولك كن أمينا، ده مش معناها أن أنت تكتفي بما لديك، ولا معناها ان انت ربنا مديك نعم كتيرة هنتكلم عليها تكون امين فيها هقولك ده معناها ان انت تدفنها وتقول له يا رب انت اديتني انا محافظ لك عليها، يقولك لا، انا الامانة في مفهومي انك تربح، انك تتاجر، انك تؤتي بثمار. عشان كده المفهوم الاول عايزين نتعلمه في المفهوم الامانة، ان ربنا مستني من امانتك انك تثمر، انك تجيب ثمار، انك تتاجر، مش تدفن عطايا. كل واحد فينا الحقيقة ربنا مديله عطايا كتير قوي، من ضمنها مثلا الكنيسة دي امانة وعطية، من ضمنها المواهب ربنا مديها لك، من ضمنها الصحة، من ضمنها لو بتكسب ربنا مديك رزق، من ضمنها ولادك، من ضمنها قرايبك، من ضمنها بيتك وزوجتك وعيالك، او انت جوزك وعيالك، من ضمنها قرايبك، من ضمنها اصدقائك، من ضمنها الوصية والكلمة بتاعت ربنا اللي حية فينا وروحه القدوس اللي جوانا. كل دي نعم، كل دي وزنات. ربنا مستني منك انك تكون امين، والامانة هنا مش معناها ان انت تدفنها، لكن معناها ان انت تربح بيها وتجيب بيها ثمار. ولو انت يا رب مديني نعمة وبركة في حاجة، انا عارف انك مستني مني الحاجة دي اجيب لك بيها
ناس وأجيب لك بيها مفاهيم وأثبت كلمتك في الأرض وأكون ملح للأرض وأكون نور للعالم. الأمانة في المفهوم الإلهي معناها أن أنت تزيد ما لديك، معناها أن أنت تربح وتتاجر، مش معناها أن تكسل وتتهاون وتقول يا رب اللي أنت اديتهوني أهو أنا ما عملتش بيه حاجة، لا نقص ولا زاد. هيقول لك ده معناه صفر، ده معناها أنك بطال. الأمانة في المفهوم الإلهي معناها أنك تربح، ومعناها أن أنت تثمر، ومعناها أنك تتاجر بكل عطية وكل وزنة ربنا أتمنك عليها.